عامر، من أول ما تعرفت عليك أنت جبرتني أختار بين الصح والغلط، بينك وبين الأخلاق، وأنا برمت ظهري على كل شيء ونقيتك إلك لأني حبيتك، وأنت قلت لي أنه بتحبني وما حبيت حدا قبلي وما رح حب حدا بعدك. يعني معناتها حق أعرف علاقتنا لوين رايحة. فرح، شو بدك؟ ما عم بفهم عليكي. شوفي، بدي نتجوز. نتجوز؟ مشان كل شي عم نعيشه ونحسه يصير عادي ويموت بعد شوي؟ فرح، إذا في معنى لعلاقتنا إنه هي مساحة برا كل شي، برا العادي، برا الجنان والستريس والمسؤوليات والقرف، أنا وياك لما بنكون مع بعض بحس إنه نحن طايرين. ليش بدك تنزلينا على الأرض؟ ليش بدك تحولي الشيء المعادي لعادي؟ ليش؟ ومو بس عادي، وبملل وغليظ وبيشبه أي شيء بالدنيا هي بلا لمعة. مين قالك إذا تجوزنا ما رح نكون مبسوطين؟ ليه ما فينا نعيش نفس الشيء اللي عايشينه هلا؟ لأنه هي هيك، هي هيك فرح. الزواج بيقتله للحب، بيموته. أنا وأنت عايشين ومبسوطين ومنحب بعض، ليش مستعجلة تقتلي هالأيام الحلوة اللي بيننا؟ شرف، طالبينك على التحقيق. خبرنا كيف قتلتها لفرح حبيب وحاولت تقتله لعامر باشا. بدكم تلبسوني اياها؟ انا ما قتلت حدا ومش مشكلة. بلا عدل يكمع؟ عاد السؤال. نفسك تحت هلا بيعمل خفة كبيرة، ها؟ عاد السؤال. انا ما قتلت حدا وما لي علاقة بشيء. وصور عامر وفرح يلي لقيناهم على موبايلك شو هن؟ شو يعني؟ جريمة إذا صورتهم هن مش منتبهين؟ جريمة صارت بعدين. صورتهم وجربت ابتزه لعامر، ولما شفت انه عامر ما بيطلع من امره شيء لحقته بسيارتك وكسرت عليه. قلبت سياره عامر وفاتكو ما فكرت ومات. نزلت فرح من السياره لما شفتك قتلتها واخذتها دفنتها بعيد وسرقت دفتر الشيكات. ليش دفنتها بعيد؟ سيدنا طلعها على السياره تحت تهديد السلاح، حاول يغتصبها بقرنه بعيده، دفعت عن حالها ام قتلها ودفنها. ما واضحه؟ ما صار شيء من هيدا كله. بعدين ليش بدكم تلبسون التهمه وتورطوني بشيء انا ما عملته؟ وتشك من وين جبته؟ من وين؟ سرقته من سياره عامر. كيف زورت التوقيع؟ صورته من على وصل كان مع عمي نعيم وتدربت عليه كثير منيح وبعدين وقعت التشيك. بس فهلوي، ما عملت حسابك انه عامر عنده توقيع تاني لمعاملات البنك؟ لا، ما كنت بعرف انه عنده توقيع تاني. وهيدا المسدس اللي لقيناه بسيارتك لمين؟ هيدا مش إلي، هيدا لعمي نعيم، حتى فيكم تسألوه. سامي؟ ايه قلبي؟ بدي خبرك شي. قولي. شو بدك احكي؟ خلص ماشي. كيف ماشي؟ يلا قولي يا قلبي. ماشي مهم، شي ما له طعمة، نسيها. طيب. إذا تذكرت ارجع اتصل فيه لأنه أنا مستعجل بدي أروح الشغل، يلا باي. ايه نور، فكرتيني بهدية لعيد زواجنا انا وفرح؟ لا ما في معي وقت جيب. لا لا، بدي هدية تكون اتقل من هيك بكثير. ايه فكريني بشوي. الماز؟ ايه فكرة
حلو القماص. طب فكريني بشي تاني بعد. شو؟ سفرة على تايلاند؟ بعز زنقة الشغل هلا معقول يسافر على تايلاند؟ خلص خلص خلينا على القماص. لا 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 القماص كثير منيح. يا حرام هلا هي بتكون محتارة شو بدها تجيب لي، لأنه كان بدها تقول لي شيء الصبح وغيرت رأيي على آخر لحظة. إيه إيه إيه. طيب يلا حبيبي خلص. منيح للألماز. يلا. اتفقنا، مع السلامة. باي باي باي. كنت رح خبره كل شيء. وصلت الكلمة على راس لساني. كنت رح أقول له أنا عم خونك وبدي نطلق. في كذب على سامي أكتر من هيك عمر. إذا أنت بتحبني عن جد ومتأكد من مشاعرك بتطلق مرتك ونتجوز. فرح، احنا حكينا بالسيرة هذيك المرة وقلت لك إنه الوضع مو سهل مثل ما لك مفكرة. كان لازم تعرف هذا الشيء من الأول. إذا ما حكيتها هلأ بعمرك ما رح تحكيها، إلا إنه نحن منحب بعض. حتخبرها؟ ها؟ هيدا هو. واو بعقد. بس مش غالي 3000 دولار؟ فرح بتستاهل أكتر من هيك، وأنا حابب أجيب لها هدية كتير تقيلة. المهم شو حبيتي عن جد؟ كتير. نور، فرح قالت لك شي؟ أو عم تتآمر علي مثل كل سنة وعملت لي مفاجأة؟ ما تسألني، ما في أقول شي. مظبوط، المسدس إلي وهيدي الرخصة تبعه. من يومين كنت سيق سيارة برهان وحطيته بالتابلو ونسيته. برهان شبطايش وقهوج، بس مش مجرم ليعمل هيك عملي. استاذ سامي أكتر شخص بيعرفه، بيعرفه من هو ولد، وبيعرف كتير منيح إنه مش ممكن يكون هو اللي عملها. مظبوط استاذ، أنت أكتر شخص بيعرفه. حضرة الضابط، الشاب شغيلي من زمان كتير، وأنا لازم أعرف إذا هو مورط بشيء أكبر من تزوير تشيك. بالنسبة لي قصة كتير حساسة. لحد هلأ كل المعطيات بتقول إنه مورط، خاصة إنه شهد على حجة غياب وهرب لما عرف إنه بدنا إيه. سيد سامي، تفضل معي. كيف أمي؟ عرفت وين أنا؟ أمك؟ الله يعينها. بس هالمرة إذا بيصير لها شيء أنت السبب. يا برهان قلنا لك هالطريق بليه. يا برهان عقال بقى. تفضل، شوف لوين وصلت حالك. كنت تعرف وقت اللي أنا عملت لك بتخيي صغير. يا قصرت معي ما فهمت؟ سيد ليه ما قلت لي؟ خلص ما بس انفرجيت على الصور صورته بتليفونك. ليه ما جيت قلت لي؟ اسحبوه. عم فكر باللي صار مبارح وشكلي ندمت. ما فهمت اللي صار مبارح. انت مالك ندمان؟ قولي يلا بسيطة ملحوقة بنرد من عيدة. طب سكري خليني احكيك واتساب. سكري. ليش؟ خايف يكونوا عم يراقبوك؟ لينا انت عم تتعاطي؟ رجعتي؟ اخي يا اخي شو بدك بالحكي؟ ما بنعاش بدونه. هيك بحسسك انك قوي. بتعرف سامي لازم انا وياك نجربه شي مره، لانه هيك بيعطيك طاقه وبيحسسك انك سبايدر مان. طيب انا رح سكر وبس توعي بنرجع نحكي. اللي عم تسمعه هلا مالك رح تسمعه مني وانا صحياني. انا لازم اروح لانه لازم سخن اكل لشادي. يلا باي. اوكي.
فرح كيفك؟ ليكي انت مذكره عيد زواجكم انت وسامي ولا ناسيه؟ لا مش ناسيه. طب وعملتي له شي سربريز هالسنه ولا بعد ما عرفتي؟ ما فهمت، هو اللي عم يسال او انت؟ لا انا عم بسالك، انت بالعاده بتخبريني كل سنه وهلا بعد في يومين وبعد ما قلتي لي شي فخفت انه تكوني ناسيه. قلت لك مش ناسيه. اوكي، طب وفي سهره؟ ما بعرف لوقتها، بكره بنشوف، بركي بنروح على شي مطعم او بتجوا لعنا على البيت، ما بعرف. يلا نور برجع بحكيكي بعدين. طيب اوكي، يلا باي. انا اسفه، ما كان قصدي اقول اللي قلته على التليفون. دينا انت لازم توقفي تتعاطي او لازم تشوفي حكيم ينصحك، يمكن ندخلك على مصح فتره. رح احاول رد ارجع بطلو، اذا ما قدرت رح اشوف شو بدي اعمل. بالمناسبة ما كان في داعي تعتذري على اللي قلتي لي امبارح على التليفون، لأنه كان كتير حلو ما بيستاهل اعتذار. قلت لك ما كنت بوعي. ما كنت بوعيك يعني ما كنت عم بتكذبي. يمكن ما كان في براسك ألف حاجز مثل هلا يمنعك تقولي اللي حسيتي. كنت حقيقية وكنت صادقة، ويمكن أنا كمان عم بحس ذات الشيء تجاهك. لينا إذا ما أنا وياك نبطل نحط حواجز بيناتنا، نستسلم لمشاعرنا. سامي أنا وياك مشوشين وما لنا فهمانين لا على حالنا ولا لمشاعرنا. أنا فهمان منيح على حالي، بعرف شو بدي. أنا بحاجتك أنت. أنت مو بحاجتي أنا بالذات، أنت بحاجة أي مرة لحتى تنسيك فرح. أي مرة. بعدين هلا إذا صار شي بيني وبينك خلص انتهينا، خلصنا هون. أساسا لا أنت خالص من فرح ولا أنا خالصة من عامر. صار لازم امشي. شو في؟ ليه كلكم هون؟ شو بها؟ نور غبيت عن وعي، ما بنعرف شو صار لها. هيك دغري؟ طيب كل واحد روح على شغله، اعطيني المي عنك. اعطيني نور. نور في شي دواء لازم تاخذيه؟ بدك وصلك على المستشفى؟ ما قادره اتحرك من محلي. طيب تعالي اخذك على البيت. يلا ما فيي كريم، ما فيي اتحرك. ساعديني شوي حتى شربك، ساعديني. ما علي ما علي، يلا يلا. انت معك حق بكل شيء قلتي لي اياه. غلط يصير شيء بيناتنا. يعني نحن فينا نضل قراب من بعض ونساعد بعض على قد ما نقدر. أكيد نحن أصدقاء. دير بالك على حالك. باي. ما قدرت إلا فرح اللي عم تطلبيه مني هلا صعب كتير. كنت عارفة إنه ما رح تقلا. إذا بتحبيني ما تحطيني قدام خيارات صعبة هلا. إذا أنت بتحبني عن جد كنت تركتها وقلت لها.
فرح ورا الحب هي اخر مره بجمعك لهون واللي بيناتنا خلص عادي بلشنا اتركني نرجع من عيد 5 6 5 6 7 8 slow swivel sabaya halt shabab kick sabaya kick عايز زواجنا بعد بكره شو حابب نعمل؟ ما بتفرق وين حابب نعزم الناس؟ عبالك شي مطرح انت حابب تروح عليه وما يهمك البادجت حتى بتقولي عني بخيل وما بعرف شو انا ما عبالي اعمل شي اذا بدك جيب انينت واين ونقعد بالبيت شو عادة ما بدا؟ هيك بالعادة قبل بشهر بتصرعينا بدك فساتين بدك تعرفي بدك تاكلي وبدك تعزمي شو صار لك؟ قلت لك ما عبالي اشوف العالم غلط؟ لا مش غلط بس مش حلو يوم عيد زواجنا نقعد بالبيت انا كنت عم فكر نظهر نتعشى برا او احجز بشي اوتيل سويت يعني سامي عمول بدك اياه ما تسالني مالي مفاجأة ليه دايما انا بدي افكر بكل شيء وبكل التفاصيل؟ انا عم بسالك لانه حبي تنبسطي. عبالي نعمل شيء انت حبي تعمليه. بس كرمال هيك. انا ما عبالي نعمل شيء. ايه نور؟ شو؟ عجبك الخاتم؟ شفتيه يعني؟ هيدي فرح بتعرف شو يعني فرح لو معي مصاري لاجيب لها الدنيا كلها لا لا كله $500 زيادة يعني صار حقه $3,500 ايه ما مشكلة ما مشكلة ايه مهم هلا الخاتم مزبوط ما هيك كثير منيح عزبتك معي يا حبيبي ايه باي مع السلامة الله معك شو طمنيني
كيف صرتي؟ كريم بعدك هون؟ ايه ما قدرت فل واتركك، خوفتيني عليك. صرت احسن خاي؟ الحمد لله. فتحت البراد حتى اشوف اذا في شيء حتى اكله. عم بيصوفر ما في شيء. بقى طلبت الدليفري، جبت شوربة بصل. كانت كثير طيبة. ما قدرت انطرك لاني كنت كثير جوعان. صحنك سخن. يلا كلي بعضهم سخنين قبل ما يبردوا. يلا كريم سوري ضيعت لك نهارك. خلص عشت اعتذري بقى، نحن مش غرباء. شو بشي على البيت بلا الماما؟ شو فاضي؟ كل شي عم بذكرني فيها، عم شم ريحتها وين ما كان. اوقات بكون قاعدة بشوفها ضاهرة او فاتة على اوضتها، بشوفها قدامي، بشوفها عن جد عم تطلع فيي. اوقات بتضحك لي، اوقات بسمعها عم بتعيط لي. اشتقت لها كثير. شو الاخبار جد؟ هيدا بس عرف انه عم نسال عنه تبخر. لك واحد منزوع مثل هيدا بيبيع وبيتعاطى، اخر شيء بيتمنى انه يزورنا هون كشاهد، لانه بيعرف اذا اجى ما راح يفل. على كل حال عندنا ناس عم بيراقبوا بيته والاماكن اللي بيتردد عليها. اذا ما قدرنا نوصل له برهان بيكون بدون شاهد وبدون حجه غياب مع دوافع كافيه للقتل، ساعتها يصطفل منه للقضاء. بس ممكن يروح فيها بالاعدام، وفي احتمال ما يكون هو القاتل. نحن مش غرضنا نعرف الحقيقة؟ يعني أنا ما عم فيي بري هوليك اثنين، لا سامي ولا لينا. ما عم بفوت براسي كيف ما لهم علاقة. مع أدلة الغياب يلي عندهم ياهن هول اثنين، الاحتمال بقل كتير إنه يكونوا متورطين بالقضية. وما في احتمال إنه واحد منهم أو اثنيناتهم دافعين لطرف تاني لينفذ الجريمة؟ رايك يا حلوة أنا وهيك روح عم هيك محل رواق نكون سوا مع بعض عتمة و... نسيت أعرفك على حالي. أنا سامي الأبيض، أنا أركيتكت وإنتيريور ديزاينر. وأنت إيه؟ لو سمحت هذا محلي. ويا أهبل مش شايفني أنا عم بحكي مع الدموزيل الحلوة؟ انت بتعرفي هيدا الانسان؟ هيدا صاحبك. صاحب. كيفك حبيبي؟ فينا نتعرف صرت؟ حبيبي سكران وعم يتغلط كثير، شو بدك فيه؟ قوم حبيبي قوم. قوم معي لبرا قوم. انت عارف حالك مع مين عم تحكي انت اصلا؟ انت عارف انا مين بكون؟ ها؟ شو بدك؟ ننتقل لكاونتر تشيك. كملوا تمرين مع دانيال. ايه فؤاد؟ لا بالتمرين في احكي بس خلص. ليكي فرح، البيت عندي قايم قاعد، خط المي السخنه بالحمام انفجر،
والمية عم تنبع من الحيطان والأرض. جبت واحد ليصلح وقال ما بتصلح، لازم يتكسر كله الحمام يتعمر واحد جديد. قد ايه بيكلف تصليحه؟ ما بيتصلح، بده تغيير وتركيب حمام جديد. طب هذا المشروع كله قد ايه بده يكلف؟ مش كتير، 3000 دولار واعتبريهم ديني انا برد لك اياهم ويصير معي. فؤاد انا بعدني عطيتك 500 دولار واصلا ما معي. هلا كل هالنادي الكبير هيدا اللي انت مديرته وما معك 3000 دولار؟ شو هالمبلغ يعني؟ انه عم تقولي عم بطلب منك يعني شي 100000 دولار؟ اللي معي اياهم انجا يكفوني، وانا عندي مصاريف كتير. مش منطق تدق لي كل جمعتين تطلب مني مصاري. طلب من عامر، هيدا بالنسبة له مبلغ تافه ماشي. ما فهمت. انت شايفني عم بيع حالي لعامر تطلب منه مصاري؟ او عم تهددني لانه صرت بتعرف بكل شيء؟ ما بدي عصبية هالقد. انا مش عم اتسلط عليكي، عم اقول لك دينيني اياه ورح رد لك اياه. ليك فؤاد، انا ما رح اطلب من حدا وما رح اعطيك، وانا وعامر تركنا. اذا مفكر انه مسكني من الايد اللي بتوجعني بتكون غلطان. روح خبره لسامي، بالنهاية انا حخبره، بس ناطر الوقت المناسب. بركي انت بتعجل الامور. وايف 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 خلص وايف فوت سكر انا فيه فوت. شو كانوا ما مش الحال؟ لا ما مش الحال. لك عم تا عمرك طلع بتجنني. أنا بعتذر، صار لي كم يوم مش على بعضي. ولا يهمك حياتي، بتعرفي شو؟ شو؟ يمكن صار لازم يجيب ولد. لهيدي بينا. ألو؟ إيه نحن البيت اللي أنتوا وين؟ طيب أوكي. في شي؟ أنا لحن تحت البيت. شو؟ انت قايلن شي عن اليوم؟ لا انا ما قلت لحدا شي. هلا صرنا مضطرين ناخذهم معنا. انت قايل شي للينا اليوم عند زواجنا؟ انه ايه بتعرف. خلينا ننزل نشوف شو بدهم. يلا اوكي اوكي. شو في جد؟ وصلتني خبرية هلا. هيدا برهان حظه طيب، وصلنا للشاهد. ما هو إذا فات لهون رح يبطل شاهد. اتهم العلاية بتقعده بالسجن 5 سنين على القليلة. مرحبا. هلا 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 هاي هلا. كل سنة وانتو سالمين. شكرا. تمام. ولو 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 كل سنة وانتو سالمين. ميرسي. شو هاي؟ هدية لفرح بمناسبة عيد زواجكم. لا اكيد عم تمزحي معي. ما عم صدق. ميرسي لينا عن جد ميرسي. خجلتوني وما بعرف شو بدي اقول لكم. مبروكه. ما تقولي شيء، انت بتستاهلي كل خير، المهم تكون عجبتك. عجبتني بس، هي احلى هديه حدا بيهديني اياها بحياتي. ميرسي لينا. عن جد انت احلى رفيقه بالعالم. ميرسي عامر. ولو ما في شيء من واجبكم. شو سامي؟ عجبتك السياره؟ حلوه كثير. بس ما كان في داعي تكلفوا حالكم، سيارة مثل هيدي أكيد مش رخيصة.
نحن دفعنا 50% انا وعامر، والباقي فرح بتقسطه، يعني بكل الاحوال هي ارخص من السياره. هلا ممكن حبيبتي نوقف حكي عن المصاري، اعطيهم المفتاح يطلعوا يجربوها. تفضلي. سامي يلا. يلا سامي. نحن رح نمشي وراكم. على مهل، ايه؟ اوكي. كثير حبيتها للسيارة، مش معقول شو حلوة سوقتها. لازم نجربها سامي، بتعقد عن جد بتعقد. ما بعرف شو بدي أقلكن، يعني مش معقول شو مبسوطة بالسيارة، ما بعرف شو بدي أقلكن. حبيبتي مبروكة، بتستاهلي أحسن منها. شو سامي ما عم نسمع صوتك؟ لا بس حط ايدي على فريم الايد هيك، عم خايف تهور بالسياره بعد جديده. فروحه لا تتهوري. شو لوين رايحين؟ شفتكم لابسين ومظبطين حالكم. لا نحن ما كنا محضرين شيء، يعني سامي حجز مطعم مهدوم بالمارينا اخر دقيقه، وهلا بندق لهم بنزيد الحجز لاربع اشخاص. يلا يلا هلا بدق لهم انا بحجز زياده. طيب ما في مشكله، يعني اذا حابين تسهروا لحالكم نأجلها لغير مرة. لا شو نحتفل لحالنا، بتجوا معنا ننبسط فيكم كتير. حياتي يلا احكيهم. يلا هلا هلا بتصل وبحجز. اوكي 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 خلص احكوا انتوا، شوفوا اذا ما في محلات بنروح محل تاني. يلا يلا اوكي هلا بنحكيهم. باي. حياتي شو بك شارد؟ يلا دق للمطعم، عيب يوصلوا الجماعة ما يلاقوا محل يقعدوا. يلا يلا. استاذ عامر يا هلا، قلبناك بالمشي لهون. لا ما في مشكله، قلت لي لازمك 4000 دولار. ايه 4000 دولار، وان شاء الله برد لك اياهم باقرب فرصه ممكنه. فرح اجيت وشافت، اذا بدك نزل لفرجيك المي كيف عايمه اذا عندك وقت. طب غير مره نزل لازيك فنجان قهوه. نزل غير مره ان شاء الله، في ارض قريبه هون عندك بالمنطقه طالع شوفها، والجماعه صاروا ناطريني. لا اذا هيك ما راح اعطل، ممنونك كثير. ولا يهمك. شو وين كنتي؟ ماشي نزلت غير صفه السياره، كنت خايف حدا يضرب لي اياها. يلا نتروق، انا بعد بدي اروح عند ماما ونور فرجيهم السياره قبل ما اروح على النادي. شو هيدا؟ هديه عيد زواجنا. حياتي شو مهضوم. ميرسي حياتي، حفوت تروق ما تاخر. ايه قلتلك عامر انا جيت لحكي. لا بقت بعدي عني، لا بقت بعدي عني. انا كنت رح جن امبارح بالسهره، عم بتمنى كل العالم تختفي وضل انا وانتي لحالنا. كنت عم موت وانا عم شوفك عم تضحكي، عيونك اللي عم بيلمعوا، عم شم ريحتك جنبي وما قدران حط ايدي عليكي. عامر اذا بتريد نحن لازم نحكي. كل الحكي ما عاد له معنى قدام اللي حسيته باليومين. فرح، أنا ما عرفت إنه حياتي ناقصة لوقت ما شفتك. وباليومين اللي بعدتي عني فيهم حسيت إنه ما عاد في معنى لشيء. كل شيء صار باهت وبلا طعم. امبارح حسيت إني بكرهه لسامي، بكرهه. مع إنه هو حرام ما دخله. أنا مشكلته مو هو مشكلتي. حلا الحل بإيدك. إيه الحل بإيدي،
واللي قلتي عليه هو ما في غيره. بس مشكلتي الوقت. استني علي شوي. واللي بدك اياه رح يجي. واللي انا بدي اياه رح يجي. بس اعطيني شوية وقت. فرح انا بعشقك.